مرحبا يا شباب، معكم ملك اليوتيوب العربي. اربط سلوبيه ان شاء الله. اليوم اتيتوا فيديو سنقدم فيه تجربه بالسامسونج. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وانشروا المقطع يا رهيبين. خلونا نبدا. كل شيء سنقوم به هو احضار الهاتف الذي سنقوم بالتجارب عليه، ثم بعد ذلك سنحضر سبائك النحاس تقريبا حوالي كيلوغرام ونصف. سنقوم بفتح غطاء الفرن ونقوم بوضع الكمية المتوفرة لدينا من النحاس بكاملها. بعد ذلك سنغلق الفرن ونقوم بفتحه. أما الآن فنلاحظ أن النحاس لا زال أحمر. أما الآن فأظن أن النحاس قد ذاب بالكامل وصار سائل. في هذه الأثناء سنقوم بتحضير الهاتف. سنقوم بمسك الوعاء الذي تحتويه الصهارة بالملقط، ونقوم بسكب الصهارة على الهاتف. نلاحظ أن الآن الهاتف يحترق بالكامل نظرا لشدة الحرارة الصهارة، فهي قد تصل في بعض الأحيان إلى 1000 سلسيوس. من جهة أخرى نلاحظ نفس التجربة، نلاحظ اختراق السهارة للهاتف. نلاحظ أن الهاتف يحترق بالكامل. بالآن فلقد لاحظنا أن الهاتف صار كتلة من الفحم، يتكسر بسهولة بدون أي عناء، يتفتت أيضا بكل بساطة. وهذا ما حل بالسامسونج بعد سكب السهارة عليه. أنا الآن مندهش لبقاء الهاتف فيه تقريبا سالب، لم يتكسر بالكامل. وهذا هو الفيديو اليوم. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.